عن مشاركة الشباب في المؤتمرات اللي بتقيمها الدولة، بالتحديد بيقصدوا المؤتمرات المتعلقة برئاسة الجمهورية. وأنا بقول لحضراتكم إحنا مش دورنا في النقابة إن إحنا نقول عايزين حصة. ده مؤتمر له قادة وله طريقة للإعداد وله شروط للانضمام والالتحاق والدراسة والحضور والمشاركة. إحنا مش أصحابه، لكن إحنا قدمنا مقترحات لأن تعقد مؤتمرات للنقابات المهنية يحضرها السيد رئيس الجمهورية علشان الفئات المهنية المختلفة اللي هم من وجهة نظري الطبقة المتوسطة الحقيقية في المجتمع، إن الرئيس يستمع إلى حوار أو في حواره مع جموع المهنيين لمشكلاتهم، ونساهم معهم في التطوير، ونساهم معهم في تدوير المشكلات، ونساهم مع القيادة الوطنية في مصر، نساهم معها فيما يمكن أن نساهم فيه بتقديم المشورة وبتقديم الحلول وبتقديم المقترحات، لكن لو أن الأمر بيدنا لفعلنا هذا الأمر.